احنا في السابق كنا نشوف بعض الاشخاص قله جدا يعني عندهم سلوكيات الوسواس نقول او حذر زايد عن اللزوم، دائما يغسل يدينه، يبتعد عن المصافحه، يبتعد عن السلام والبوس وكذا، يخاف من اي شيء كان من زمان يعني قبل اصلا ما تظهر كورونا. اليوم عندنا هذه الحالات زادت، وطبعا زادت بشكل يعني اعتيادي لانه في مرض وفي فيروس كورونا وفي اشتراطات صحيه، لا تسلم لا تبوس. هل راح تظل هذه السلوكيات عند بعض الناس لسنوات يصيرون مثل ذلك اللي ما يسلمون ويغسلون دائما؟ طبعا اول شيء يعني سؤالك في محله. للامانه الحين الاشتراطات قاعد تقول يعني كان الناس اللي كان عندهم وسواس الحين طبعا تأكدت عندهم النظرية. أنا أعتقد أن يعني الناس اللي عندهم وسواس قهري مثل راح تراجع حالاتهم. ليش؟ لأن كأن اللي حصل يثبت بأن السلوكيات المبالغ فيها اللي كانوا يسوونها كانت سليمة. لكن بالنسبة لي ولكم للبقية، هذه السلوكيات خلوني بس أسألكم، طول فترة 6-8 أشهر ما لاحظتوا أن ما حد استمرض؟ صح، ما لاحظتوا ان عيالنا ما صار فيهم انفلونزا، ما صار فيهم حساسيه، ما صار فيهم؟ يعني هذا يؤكد ان ترى بعض هذه السلوكيات وخاصه اللي مرتبط بالنظافه مثلا، بغسل الايدي، بالتباعد، يعني احنا عندنا وايد تلامس جسدي ما له لازمه. يعني حتى طريقه السلام وطريقه التحيه فيها شويه مبالغه. ولا تنسون ان احنا فعلا نعيش في عالم من يعني الفيروسات والجراثيم ما